بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أرميا 4، إصحاح 4 من أرميا. إحنا ماشيين مع أرميا في رسائل توبة، كلها رسائل توبة، أكتر من تلتين السفر كله عبارة عن رسائل توبة. إن رجعت يا إسرائيل، يقول الرب، إن رجعت إلي وإن نزعت مكرهاتك من أمامي فلا تتيه، وإن حلفت، حي هو الرب، بالحق والعدل والبر، فتتبرك الشعوب به وبه يفتخرون. الأول حكاية إن رجعت. إحنا حكينا في التوبة وبركات التوبة، الموضوع كله واقف عندك. إن رجعت، أنت اللي في إيدك تغير مسارك الأيام اللي جاية، أنت اللي هتحدد عاوز تعيش تايه بقية عمرك ولا عاوز ترتاح. لا تتيه، خدناه عنوان للإصحاح كله، يعني مش هتوه، كفاية توهان. البعد عن ربنا بأي درجة بيخلي الواحد زي التايه، بيطبش، مش شايف، مش عارف عايش ليه، مش لاقي طعم الحاجة. إنما لما يرجع لربنا فعلا مش هيتوه تاني، خلاص هيمشي صح. وعشان كده بيكررها، إن رجعت يا إسرائيل، يقول الرب، إن رجعت إلي. ربنا بيترجى الواحد، ارجع يا حبيبي. لاحظوا أكتر كلمة عمالة تتكرر، ارجعوا، ارجع، ارجعي، إن رجعت. وإن نزعت مكرهاتك من أمامي، يعني إيه؟ ما واحد يقول له ما أنا باجي هو رب، ما أنا بصلي هو، لا، بص، ترجع يعني تشيل الغلط. علامة التوبة الصادقة إنك تشيل المكرهات. المكرهات يعني إيه؟ يعني ما يكره الله. أنت عارف إن في حاجات في طبعك أو في بيتك بتضايق ربنا، المكرهات دي لازم تشيلها وإلا هتفضل تايه. فالرجوع لربنا معناه إنك تنزع مكرهاتك. المكرهات بالنسبة للشعب كانت عبادة الأوثان، تماثيل وسواري، إنما المكرهات في حياتنا كتير قوي، كتير خالص. هتلاقوا حاجات في حياتنا يكرهها ربنا، يكره الأعداد اللي من النوع ده، في نوع معين كده ربنا بيكره الأعداء دي، يكره أماكن معينة تدخلهاش، حبهاش، يكره طريقة كلام معينة، يكره أفلام معينة. أنت عارف إن في مكرهات لازم تنزع. إن نزعت مكرهاتك من أمامي، فكرة من أمامي يعني أنت بتستفزني لما بتغلط في عينيا كده، يبقى عندك صلاة وعندك حاجة قصاد الصلاة، واللي قصاد الصلاة ده أنت عارف إن أنا مش بحبه. طب ما انت لازم تشيله، لو ما شلتوش هنفضل كده، هتفضل تايه، وبعد كده تقول انا ما تايه. طب ما انت عارف ليه. وان حلفت، حي هو الرب. هو الحلف ده حاجة كويسة. في العهد القديم ما كانش ممنوع الحلف، بس كان ممنوع ايه؟ انك تحنس باقسامك. انها في العهد الجديد قال ما تحلفوش البت. لكن يقصد بيها ايه الحلف؟ اصل حي هو الرب دي ليها ذكريات عند ربنا، يقولوها أحسن ناس عند ربنا. يعني الله حي دائما في نظرك، يعني ربنا قصاد عينك طول الوقت. فكلمة حي هو الرب اللي كان يقولها إيليا وكان يقولها أبرار كتار، دي كانت علامة تقوى. كان ربنا بيقول له نفسي أسمعك زي جدك لما يقول بإذن ربنا، بمشيئة ربنا، بنعمة ربنا، في كلمات حلوة استلمناها عن اللي قبلنا، توريك انه دايما ربنا حاضر قصاد عينه. كلمات بسيطة بس تفرح، معناه ان ربنا دايما شاغل الشخص ده ايا كان نوع الكلام اللي بيتقال. فهنا بيقول له نفسي ارجع اسمع منك تاني حي هو الرب، بس قولها ايه؟ مش كده وكده، ان حلفت حي هو الرب، بالحق، تبقى صادق وانت بتقولها، بالعدل. بالعدل هنا ساعات تترجم
بالدينونة، يعني تبقى واعي انه حي هو الرب، انت قدها لدرجة لو وقفت قصاد ربنا تبقى قدها، يعني ايه تحكم عليك لو انت في موقف وحش. ما واحد يقول ربنا موجود ويغلط يبقى بيقولها من وراء قلبه، ربنا موجود يبقى ما ينفعش تغلط، ربنا حي يبقى ما ينفعش تعمل حاجة في الظلمة، ما هو شايف الظلمة. والبر، إن حلفت حي هو الرب الحق والعدل والبر تتبرك الشعوب به وبه يفتخرون، يعني تبقى أنت سبب بركة لكل اللي حواليك، ويبقى ربنا بيشتغل بيك ويعمل حاجات حلوة. يبقى هنا في إضافة كذا فكرة. أول فكرة، أنت المسؤول تحدد مسار الأيام اللي جاي إن رجعت. كل واحد يبقى عارف بعد المؤتمر ده ممكن حياتك تمشي كده، تفضل كده تفضل كده، دي مش حاجة حلوة قوي يعني، كلكم أبرار وحلوين بس مش قوي، فإيه عاوزة تاخد حتة كده زيادة شوية. إن رجعت، يعني لو أنت خدت موقف من حياتك ورجعت لربنا بجد أكتر من الأول مش هتتوه. طبعا مش هتتوه، دي مفرحة. ليه؟ تصور بقى ربنا ماسك إيدك وبيسوقك كده في كل خطوة في كل قرار، دي حاجة جميلة. يقودك الرب على الدوام، يقول كده يقودك الرب على الدوام، فأنت متساق بقية عمرك كده زي ما يوديك. طبعا هيوديك السماء حتف، بس يعني تبقاش عايل هم ولا حاجة، خلاص كل حاجة هتمشي لوحدها. كمان إن رجعت معاها تنزع المكرهات، دي فكرة تاني عشان تتأكد إنك راجع لربنا بجد. فتش إيه الحاجات اللي لازم تنزع نزعا عشان الواحد يبطل التوهان. في حاجات عاوزة تنزع نزعا، مش عاوزة كده مواربة، مش عاوزة طبطبة. وإن حلفت حي هو الرب، يعني لو ابتديت تشوف ربنا حي طول الوقت، يعني إيه حضور الله بقى، حي هو الرب معناه إن ربنا قصاد عينك طول الوقت، حطه في اعتبارك من ساعة ما بتصحى لغاية ما بتنام، مشغول برأيه ورضاه طول اليوم، مش مهم الناس تقول ايه، انت شايفني ايه يا رب، عاوزني اعمل ايه دلوقتي يا رب، بالحق والعدل والبر تيجي البركة ويجي الافتخار. لأنه هكذا قال الرب لرجال يهوذا ولأورشليم، احرطوا لأنفسكم حرثا ولا تزرعوا في الأشواك، اختتنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان أورشليم، لئلا يخرج كنار غيظي فيحرق وليس من يطفئ بسبب شر أعمالكم. هنا كلمة جديدة شوية، احرثوا لأنفسكم حرثا ولا تزرعوا في الأشواك. أنا ما فهمش كتير في الزراعة، بس الإنجيل بيعلمنا لازم نفهم في الزراعة شوية. حرث الأرض بيجي أحيانا مرحلة مهمة قبل الزرع نفسه، لأنه لو زرعت في أرض مليانة نباتات شوكية، فاكرين المثل اللي حكاه المسيح، النبات يطلع يتخنق، يعني ممكن تيجي على أرض فيها نباتات شوكية أو حتى مش باين، بس تحت الأرض جذور نباتات شوكية قديمة، ترمي أي بذور البذرة تنبت مسافة أسبوعين ثلاثة تلاقي النبات مات تاني. ليه؟ اللي تحت الأرض ده الجذور بتاعت النباتات الشوكية تمص أي نقطة مية تنزل فهتفطس أي نباتات. وده المثل اللي قاله ربنا يسوع في الأرض التالتة لما قال إيه، اللي بيزرع في الشوك دول مشاغل الحياة وهموم الدنيا تأتي فتخنق الكلم فتصير بلا ثمر. عاوز تتوب توبة جد، نظف الأرض الأول، احرت حرت، والحرت ده تقلب الأرض وتنظفها وما تسيبش ولا آثار للأشواك. احرثوا حرثا ولا تزرعوا في الأشواك. مشكلتنا يا جماعة أن غالبا احنا بنزرع في الشوك، بمعنى إيه؟ عاوز الحلو مع الوحش، عاوز الصح مع الغلط، خليها مع بعض، وبعد شوية تلاقي مفيش تغيير. ما هو مفيش تغيير طبعا، لأن النبات مش لاحق يطلع، لأن الوحش واكل الحلو، خانق الحلو. فالواحد تلاقوه إيه؟ يتفرج مثلا على حاجات وبعدين يقوم يصلي، أو يصلي وبعدين يتفرج على حاجات، مش هينفع.
دي غير دي، في حاجات ضد حاجات، مش هتقدر طيب تعرف تصلي ولا تقرب من ربنا طول ما الحاجات دي موجودة. فبعد ما قال انزعوا المكرهات، قالها بطريقة تاني وقال احرثوا لأنفسكم حرثا ولا تزرعوا في الأشواك. احنا بنزرع في الشوك، دي قضية عاوزة دراسة، في حاجات كتير عاوزة تتشال، ولما تيجي تشيل بعض النباتات الشوكية يجوز تتعور. طبعا المحرات بيوفر عليك ده، إنما تصوروا ممكن واحد يكون مش معاه محرات فهيقلب الأرض وماله لما يتعور شوية. وانت بتشيل بعض الأشواك ما تزعلش لو اتعورت، وانت بتقفل حاجات قديمة بقالها سنين، ويعني لما حد يزعل منك شوية في سبيل انك تعيش في نظافة بعد كده والأرض ما تبقاش فيها غلط، ما تخسر شوية. ويعني واحد يقول مش خسارة الوقت، ما كنا زرعنا من أول يوم. لا لا لا، مش خسارة، إن شاء الله تقعد شهر تحرث قبل ما ترمي ولا بذرة. خد وقتك في هذا الحرث وما تزرعش في الشوك، نظف الأول. اختتنوا للرب وانزعوا غل قلوبكم. طب ده بيكلم رجال يهوذا وأورشليم، هو دول مختونين ولا مش مختونين؟ مختونين طبعا، دول يهود. إنما شوفوا التعبير ده، التعبير اللي خده العهد الجديد. الختان كان زمان مجرد حركة كده في الجسم، يقصوا حتة لحمة يعني. قال لهم لا، هو ربنا فاكرين هو واقف على دي. انزعوا غرل قلوبكم، الغرلة هي اللحمة الصغيرة اللي كانوا يقطعوها من الطفل الصغير دي. قال لهم المشكلة مش في الجسم العادي، المشكلة في القلب. القلب الأغرل، يعني القلب الغريب عن ربنا، القلب اللي لسه لم يختتن، يعني قلب لم يقدس لله. فالختان ختان القلب مش ختان الجلد والجسم. فهنا أرميا بينبه اليهود، انتوا فرحانين ان انتوا مختونين وخلاص، وهو الختان ده تفتكروا يفرق مع ربنا كتير؟ انزعوا غرل قلوبكم، يعني شوف ايه اللي في قلبك لازم يتشال. ما تكتفيش انك مسيحي، ما تكتفيش انك بتصلي قداس، ما تكتفيش حتى انك خادم. انزعوا غرل قلوبكم، في حاجات في قلبك وحش. يا رجال يهوذا وسكان اورشليم، لئلا يخرج كنار غيظي فيحرق، وليس من يطفئ بسبب شر اعمالكم. لو ما عملتش كده ما تزعلش لو جت نار تحرق. يعني الواحد محتاج يواجه نفسه، لئلا تيجي المواجهه متاخر ما يبقاش في فرصه يعمل حاجه. فهنا ربنا بالرغم من طيبته ودلعه للناس، انما لازم ينبهنا كل شويه في دينونه يا جماعه، في جهنم دي بجد، دي مش حاجه بيخوفوا بيها العيال، دي بجد. فهنا لئلا تخرج نار تحرق من غيظ، ليس من يطفئ، النار دي ما بتطفيش. كل لما الواحد يلاقي نفسه متدلع محتاج يفكر نفسه بجهنم. ما تفتكروش ان الكلام ده مش مفيد، الكلام ده مفيد. لما تلاقي نفسك متدلع زيادة افتكر انه هيجي وقت مفيش فرصة تصلي ولا تخدم ولا تصلح موقفك، النهاردة في فرصة. فخاف، خاف، لان ربنا يسوع قال كده كوصية، قال اريكم ممن تخاف، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم، نعم من هذا خاف. إذن دي وصية أنك تخاف من جهنم. أخبروا في يهوذا وسمعوا في أورشليم وقولوا اضربوا بالبوق في الأرض، نادوا بصوت عالي وقولوا اجتمعوا فلندخل المدن الحصينة، ارفعوا الراية نحو صهيون، احتموا لا تقفوا، لأني آتي بشر من الشمال وكسر عظيم. أقول لكم معناها الحرف الأول، احنا قلنا أرميا ربنا كشف له اللي هيحصل بعد سنين. هو شايف بعد سنين هيجوا البابليين جيش ضخم، هيجي يكسر ويحرق ويموت ويخرب. فهو من دلوقتي عاوز يصرخ، يا ناس فوق، يا ناس اعملوا حساب اليوم ده. كل لما كان الواحد عينيه مكشوفة، كل لما شاف اليوم الأخير وبسببه يبقى مش قادر يسكت أبدا. اللي مخلينا ساكتين وبنضحك ونايمين في الخط ان احنا مش شايفين اللي هيحصل بكرة، إن عينينا مقفولة، إن إيماننا ضعيف،
ان مش مصدقين اللي اتقال في سفر الرؤيا عن اليوم الاخير، الحاجات دي مش شايفينها. ارميا بقى مفتوح العينين شايف، فبيقول اخبروا، سمعوا، قولوا، اضربوا بالبوق، نادوا بصوت عالي، قولوا تاني. ايه ده ورا بعض ورا بعض ليه؟ واحد شايف، واحد شايف. تصور بعد الشر لما واحد شاف حادثة تلاقيه بيجري زي المجنون ينادي في الناس الحقوا يا جماعة الحقوا. فهنا ارميا شايف حاجة صعبة، فعاوز الناس كلها تفوق بسرعة، مش قادر يسكت. قولوا اجتمعوا فلندخل المدن الحصينة. وقتها هيحصل كده، لما يجي الجيش الفلاحين هيطلع واحد يجري يقول ادخلوا من الجناين من الحقول، كله يدخل على صهيون الحصينة. وقت زمان الحروب كانوا يتحصنوا في المدن، فيجوا من البلاد والقرى وكده يدخلوا على المدينة اللي ليها أبواب ويتحصنوا. فهو سامع من دلوقتي الصراخ بتاع الناس اللي عمالة تقولوا اجروا تحصنوا في المدينة الحصينة، ارفعوا الراية نحو صهيون، يعني يقولوا يلا كله يجري على صهيون عشان نقفل الأبواب. احتموا لا تقفوا لأني آتي بشر من الشمال، الشر جاي من بابل، وكسر عظيم. طب بالنسبة لنا احنا ايه بقى؟ ده اللي حصل فعلا بعدها بسنين، لأن الناس ما سألتش في أرميا على فكرة، ما اهتموش بكلامه يعني. ربنا يرحم. اضربوا بالبوق يعني ايه؟ انت مسؤول انك كخادم بقى، هنقلها نقلة تاني، انك تنبه الناس اللي حواليك اللي تلاقيه واخد حياته باستهتار، لا فارق معاه ربنا ولا فارق معاه انجيل وباقي على غلط وباقي على ظلمه لازم تهزه، لازم تزمر، لازم تصوت، لانه ده لو شفته في نار جهنم بعد كده انت مش هتسامح نفسك، هتقول مليون مرة ليه ما قلتلوش، ليه ما نبهتوش، كان لازم تعمل حاجة. وهنا انت مش بتعملها بدافع بقى الافتخار، انا بكلمك عن واحد يهمك وسكته غلط. اضربه بالبوق يعني ايه؟ يعني علي صوتك، خوفه. هتقولي ما هطلع غلس، هيقول عليا مدروش، ما يقول. احنا في ايه ولا في ايه؟ في فرق بين واحد رايح جهنم وواحد هيطلع عليه كلمة قال ايه ده اصله متدين زيادة، ده هناخد منه جنب، ما تكلفة قليلة قوي يعني. ويعني لما يتريقوا عليك شوية، ويعني لما حد يزعل منك شوية لانك انت زنان في حكاية الكنيسة دي. طبعا رابح النفوس حكيمة، انا مش بقول نعممها، بس انا عاوز افهمكم احساس واحد من جواه بيخاف على حد، بيخاف عليه، ما بيقدرش يسكت. لو انت بتخاف على الناس وشايفهم سكتهم غلط مش هينفع تسكت، هتضرب بالبوق، هتصحي الناس كلها، بتصحي ولادك عشان يقوموا يصلوا ولا مش فارق معاك. برضو ما تاخدوهاش بحرفة، انا اقصد ايه، انت حاسس بالمسؤولية دي، مشغول على خلاص الناس، قولوا اخبروا سمعوا اجتمعوا. وبعدين يقول ارفعوا الراية نحو صهيون، يعني خلي كلامك واضح. لما الناس تقول لك يعني نعمل ايه، قول لهم اهي الكنيسة، ارفعوا الراية نحو صهيون، يعني شاور على الكنيسة، ادخلوا الكنيسة، اعمل اي حاجة في الكنيسة، اجتماعات، قداسات، اعترافات، خدمات، بس خليك جوه. ارفعوا الراية نحو صهيون، هي دي المدينة الحصينة، اللي هيقعد بره هيغرق، هيموت. فتبقى انت عارف انك عاوز كل الناس جوه الكنيسة بأي طريقة. قد صعد الأسد من غابته. الأسد دي إشارة لبابل على فكرة، يقال إن العلم بتاع بابل كان فيه أسد، مملكة بابل بتاعت نبوخذ نصر وكده. وزحف مهلك الأمم، وفعلا هو بعدها بسنين كانوا بيزحفوا، يعني زحف كده من بلد لبلد ما بيسيبوش حاجة قصاده. خرج من مكانه ليجعل أرضك خرابا، رجع يكلم أورشليم، تخرب مدنك فلا ساكن. نفس التعبير ده اللي قاله بطرس الرسول لما قال اصحوا واسهروا لأن إبليس عدوكم كإيه؟ كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلع. فالأسد ممكن ينطبق على المسيح في بعض الآيات، والأسد الوحش ينطبق على إبليس لأنه هو برضو بيتشبه بالمسيح. ليجعل أرضك خرابا تخرب مدنك فلا ساكن، من أجل ذلك تنطقوا بمسوح، قلطموا والولوا، لأنه لم يرتد حموم غضب الرب عنه، ويكون في ذلك اليوم يقول الرب أن قلب الملك يعدم
وقلوب الرؤساء وتتحير الكهنة وتتعجب الأنبياء. يعني إيه؟ الأسد اللي جاي ده محدش شايفه، فطبعا لما أرميا كان يقول الكلام ده يستهزأوا به، يسخروا منه، ده اللي هتشوفوه في المراسي بقى، إنه فضل طول السنين دي الناس بتتريق عليه كل ما يتكلم، فتعب يا حبيبي غلبان أرميا ده، تعب، لأنه ما كانش حد محترم كلامه، الراجل شايف حاجة بيقولوا عليه مجنون، بيقولوا ماله عامل كده؟ ليه بيتكلم في الأمور دي؟ هو شايف ومحدش مصدقه. فهنا الملك طبعا ساعتها كان بيتريق، والرؤساء كل دول ما كانوش محترمين الرسائل اللي كلها توبة دي، لأن بيقول تنطقوا بمسوح. عشان كده تلاحظوا في سفر يونان، احنا بنتعلم من نينوى مش من يونان أكتر. ملك نينوى اللي ما يعرفش يونان ولا عمره سمع به ولا عارف يعني ايه نبي حتى، الراجل لف في بلده يوم، الملك اترعب وخدها جد وقعد على الارض ولبس المسوح والرماد ونادى بصوم وصوم حتى البهايم، فربنا رفع غضبه عن البلد. ليه؟ لان يونان فرق مع الناس. شوفوا شعب الله المختار قعد فيه نبي 30 سنة ونبي عظيم زي أرميا ينادي ومحدش معبر، ويونان اللي دخل بلد مسافة يوم واحد وبلد ما تعرفش ربنا ولا تسمع بيه أبدا تابوا توبة قوية. فرق واحد عن واحد. في واحد يسمع الكلام يتخض، يخاف على نفسه، ياخد الكلام فعلا ويطلع كده يتمشى مع ربنا وياخد موقف من حياته. وفي واحد اهو كلام اهو وعظ، امال هيقولوا ايه في مؤتمرات يعني؟ ما هو لازم يوجعوا قلبنا. انما في واحد لا بيخاف مصدق، عشان كده يقول في اشعياء كلمه جميله قوي في اخر اشعياء خالص، يقول الى هذا انظر، الى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. اللي يسمع كلمه ربنا يترعش، خاف، مصدق. انت مصدق ان في دينونه؟ يبقى الواحد يترعش. تنطقوا بمسوح، التموا والولوا، طبعا دي علامات التوبه الشديده او الخوف الشديد قوي. والمسوح اشاره الى ايه؟ الندم الشديد والزهد في الدنيا كمان. لانه لم يرتد حمو غضب الرب عنه، يكون في ذلك اليوم في يوم الدينونه بقى قلب الملك يعدم وقلوب الرؤساء وتتحير الكهنه تتعجب. يعني كل اللي قعدوا يفتوا ويتوهوا الناس ويضللوهم ويضحكوا وياخدوا الامور كده باستهتار، كل ده له حساب عند ربنا. هيقفوا في اليوم ده ما مش عارفين يتكلموا. فما تقعدش تبص على الناس البهوات الكبيره اللي مضلله الناس. في ناس تضل جمهور بسبب انها واخده الدنيا باستهتار وماشيه معاها الدنيا، بس ده كله له حساب في الاخر. فقلت، بصوا اللي حصل ايه؟ أرميا شاف رؤيا، شاف الاسد بابل اللي جاي، شاف الصراخ اللي في الحقول، شاف الدمار اللي جاي على اورشليم، وربنا بيقول له قول للناس، نادي على الناس. فأرميا صرخ لربنا، اه يا سيد الرب، تاني مره يتأوه في كتير بعد كده، وفي مرة في أول الإصحاح، آه يا سيد الرب، حقا إنك خداعا خادعت هذا الشعب. برضو الأنبياء دول كلامهم سعاد. وأورشليم قائلا يكون لكم سلام وقد بلغ السيف النفس. يعني إيه خداعا خادعت هذا الشعب؟ إيه بيأرمية تقول لك كده الرب؟ هو إيه اللي حصل؟ في أنبياء كذبة كانوا بيقولوا للناس ايه؟ ما تاخدوش على كلام الراجل ده، ده راجل ملخبط، مش هيحصل حاجة، مش ممكن هيحصل لنا حاجة، احنا بلادنا مستقرة وكبرها، لما بابل يجي نحتمي في مصر، الفراعنة يجوا ياكلوهم. كان ده الادعاء الكاذب اللي عندهم. ففضلوا منيمين الناس. أرميا يقول يا جماعة في خراب جاي، والانبياء الكذب بيقولوا ما تاخدوش على كلام الراجل ده، مش هيحصل حاجه، ما حدش هيجي ولا حاجه، ما احنا كويسين اهو، مالك له عمران اهو، ما احنا بنصلي اهو. فاهمين الفكره؟ يعني بينيموا الصوت. فأرميا قال له ليه يا رب سبت الشعب يخدع؟ خداعا خادعت هذا الشعب، ليه يا رب سمحت الناس يتخدع؟ هو مش بيقصد انت يا رب السبب، عاوز يقول له يا رب ليه سايب ناس كتير مضحوك عليها؟
لان ارميا واخد على ربنا حبيبه برضه، فيعني بيتكلم بداله، بس صعبان عليه ان الناس مضحوك عليها، مضحوك عليها من ضمائر مخشوشه، ان الواحد ضميره متخدر وبيقول ما احنا كويسين، يعني هيحصل ايه؟ لا مش كويسين، ما الناس كلها عايشه يعني، ما هو قعدوا جيل بعد جيل يقولوا المسيح جاي ما بيجيش. خداعا خادعت هذا الشعب قائلا يكون لكم سلام وقد بلغ السيف النفس. يعني بيقولوا سلام سلام وفي الاخر ايه؟ اتاري السيف دخل خلاص، لانه لغايه ما قبل ما يدخلوا بابل كان لسه الانبياء الكذبه يقولوا يا جماعه ما حدش يخاف، مفيش حاجه هتحصل، الهيكل مش هيحصل له حاجه ابدا، احنا بلدنا مستقر، احنا ربنا معانا، احنا ماشيين صح. فبيقول له رب ليه سبتهم يخدعوا كده؟ في ذلك الزمان يقال لهذا الشعب ولأورشليم ريح لافحة من الهضاب في البرية نحو بنت شعبي، لا للتذرية ولا للتنقية ريح أشد تأتي لي من هذه، الآن أنا أيضا أحاكمه. يعني إيه الكلام ده؟ في ذلك الزمان ده يوم الدينونة، يوم بقى بالنسبة له كان سبي بابل، بالنسبة لنا اليوم الأخير. بصوا ربنا يبعت ريح ورا ريح، في ريح اسمها ريح التزرية. التزرية يعني ايه؟ يدروا البذر، يعني يجيبوا القمح وبعدين في مدراة، حاجة اسمها المدراة كده، فينطروا القمح كده شوية، الهواء الخفيف ينزلوا الحبة لوحدها والقشرة لوحدها، فاهمين؟ ده اسمه التزرية. فالريح اللي هي خفيفة شوية دي ما تعورش، بس تعمل ايه؟ تزرية، تشيل القشرة. في ريح أشد شوية اسمها ريح التنقية، دي بقى تدخل على مخزن حبوب، ايه؟ تشيل كل التراب وتشيل، ما تخليش غير الحبوب بس. دي زي ما تدخل عربيتك كده يقعدوا بقى بالمنفوخ ده ولا مش عارف الهوا ده ينظفوا لك العربية، تلاقي الحاجات بتطير من جوه كده من كتر ما الهوا جامد قوي عشان ينظفوا العربية. فهو بقى أرميا بيقول وقعتهم بيضة، هي لا للتزرية ولا للتنقية، الريح اللي جاية ريح نهائية، ريح لإيه؟ ريح أشد تأتي، يعني دي ريح الدينونة. هما كل شوية فاكرين إيه؟ ديتها ربنا هيشد ودننا شدة، يعني ما حصلش حاجة. لا، ما هو شدة ورا شدة، لو ما تعدلتش في علقة سخنة في الآخر، مش شدة. فهنا لا للتزرية ولا للتنقية، يعني انت كونك جربت ربنا يشد شوية مرة ومرتين، بس ده في اوحش من كده، في اصعب من كده كتير، لو ضيعت عمرك بدون توبة. فهنا أرميا بيقول اه يا سيد الرب، الشعب مخدوع، يا بيقولوا له مش هيحصل حاجة، يا بيقولوا له كلها شوية هوا للتزرية، فكده كده الناس مش بتتوب، لانه بيقولوا هيحصل ايه؟ شوية هوا يعني، محدش واخدها بالخوف اللائق، محدش مصدق الدينونة كما هي، محدش متصور ان العالم ده هيخرب وهينتهي زي ما بتوع يهوذا ما كانوش مصدقين ان الهيكل ممكن يتحرق ابدا، مهما قالوا له شايفين ده حاجة يعني لا يمكن يحصل فيها حاجة، لغاية ما اتحرق. ريح أشد تأتي لي من هذه، الآن أنا أيضا أحاكمهم، ريح الحكم بقى أو الدينونة. هو ذا كسحاب يصعد وكزوبعة مركباته، أسرع من النسور خيله، ويل لنا لأننا قد أخربنا. تاني رجع أرميا إيه؟ صرخ لربنا وقال له رب ما تسيبهمش مخدوعين، وبعدين ربنا كمل له الرؤية فقال ده أنا شايف البابليين جايين زي سحابة وزوبعة سريعة جدا محدش قادر يوقفها. يبقى بعد ما شافه كأسد جاي، شايف دلوقتي ريح أو زوبعة جديدة، أسرع من النسور خيله، كانوا جايين على خيل طبعا الحرب وقتها، إنما شايف الخيل بتاعت البابليين دول زي النسور. ويل لنا لأننا قد أخربنا، وبعدين يبص للجماعة بتوعه، اغسلي من الشر قلبك يا أورشليم لكي تخلصي، إلى متى تبيت في وسطك أفكارك الباطل؟ عارفين واحد بيلحق اللي ممكن يلحقه، فعمال يقول الحقوا الحقوا الحقوا، بعدين يقول اعمل حاجة، اغسل قلبك، نظف، اتصرف في الدقايق اللي فاضلة، خليك حتى زي اللص اليمين، الحق نفسك بقيت بكلمتين.
اغسلي من الشر قلبك يا أورشليم لكي تخلصي. شعار جميل. إلى متى تبيت في وسطك أفكارك الباطل؟ هقول لكم تأمل في الحتة دي. قبل النوم غالبا الفترة اللي هو ما بين الصحيان والنوم دي، اللي هي زي ما يكون واحد طالع من البنج كده، المخ بياخد أجازة شوية فيطلع الخزين كله. الخزين ده يكشفك، يقفشك، لأن اللي متخزن في أفكارك هو بالضبط اللي في قلبك. لأن في ناس تسأل وتقول هو أنا مسؤول عن أحلامي؟ طبعا مسؤول عن أحلامك. طب أنا مالي؟ لا مالك إيه، ما هي أحلامك بتطلع اللي أنت بتفكر فيه طول اليوم. والأحلام دي مستوردة، الأحلام دي هي خزين داخلي بيطلع. إذا كنت بتكره واحد هيطلع هتموته في الحلم، وإذا كنت بتحب الفلوس هتكسب مليون قد كده في الحلم، وإذا كنت بتحب الأكل هتحلم بالأكل. فأوعى تفتكر أنه أفكارك اللي بتبيت معاك بالليل دي، ما ده هي دي اللي تفحصك. فهنا بيقول إلى متى تبيت في وسطك أفكارك الباطلة، يعني راجع نفسك في الأفكار اللي بتطلع في السرحان، لما تسرح أو تنعس أو تحلم. راجع الكونتنت بتاع الحتة دي، هو ده اللي يقول جوه قلبك إيه. لو حصل مرة صدفة كده إنك سرحت أو حلمت بربنا ولا الملائكة، دي علامة كويسة، بس غالبا مش هتحصل، مش كده؟ لأنه حجم ربنا في جواك قليل. إنما لو واحد واخدها صلاة وبيحب ربنا قوي ممكن تيجي في أحلامه في سرحان. وطبعا دي حتة تخوفنا، لأن إحنا لما بنسرح ما ظنش بنسرح في أمور روحية، ولما بنحلم ما ظنش بنحلم بأمور روحية. فهنا ده الواحد يخلي الواحد يخجل من نفسه. إلى متى تبيت في وسطك أفكارك الباطلة؟ مش دي اللي بايت فيها بالليل؟ ثم ربنا بيجي في نص الليل ويطلع اللي مكتوم ده، اللي مستخبي، ليس مكتوم إلا ويظهر. تصور بقى كل أحلامك كده تطلع في النور، تبقى فضايح. لأن صوتا يخبر من دان ويسمع ببلية من جبل إفرايم. دان وإفرايم دول أصباط، والأصباط دي شمالية، فالهجوم جاي من الشمال، فبابل داخله من فوق تكسر لغاية ما تنزل على يهوذا تكسر. فبيقول احنا يا بتوع أورشليم يا بتوع يهوذا جاي لنا الصراخ من دان من اخواتنا. عارفين دي معناها ايه؟ هو انت ما خدتش بالك ان اللي قبلك خلصت عمره وخلصت فرصته؟ هو انت ما حضرتش خرجات وودعت ناس شفتهم بعينيك وعشرتهم؟ طب امال ايه؟ مش فاهم ليه صوتا من دان وصراخ من افرايم. يعني اللي كانوا معانا ومشيوا مش بيقولوا اللي احنا بنقوله؟ الحكاية ليها آخر ولازم ناخد بالنا. فهنا صوتا يخبر من دان ويسمع ببلية من جبل إفرايم، يعني اوعى تتغافل، لأن الصوت ده جالك وجالك كتير. كل مرة ودعت إنسان عرفته، طب ما انت فهمت يعني ايه الفرصة خلصت، وسمعتها بدل المرة مرات. ولو ما ركزتش حاسطة في وعظة أبونا في الخارجة، المنظر لوحده وعظة، لأن هو ده اللي بيحصل وهيحصل. طب ما لازم تفهمها بقى. واذكروا للأمم، انظروا اسمعوا على أورشليم، المحاصرون آتون من أرض بعيدة فيطلقون على مدن يهوذا صوتهم، كحارسي حقل صاروا عليها حواليها، لأنها تمردت علي يقول الرب. يعني ايه؟ جايين يحصروا أورشليم بالذات لأنها متمردة على ربنا. يعني كسروا وشالوا حاجات كتير قوي، إنما جايين موجهين إلى أورشليم، وده اللي حصل فعلا. وقت سبي بابل كان عندهم أوامر مركزة إن دي عاصمة اليهود ودي عاصمة الدين اليهودي، فكان في توصيات على أورشليم بالذات لأنها أكتر بلد كانت عنيدة مع ربنا. طريقك وأعمالك صنعت هذه لك، هذا شرك فإنه مر فإنه قد بلغ قلبك. طريقك وأعمالك
ده ربنا لسه بيكلم اورشليم على فم ارميه. يعني اوعى تعترض، انت اللي عملت كده، طريقك واعمالك صنعت هذه لك. لان الواحد ساعات يجي في لحظه ضيق او تجربه او حتى لما يفكر في النهايه يقول بس ده كتير. بص ربنا عادل ورحيم، وقال بدل المره مرات، وطول باله بدل السنه سنوات، بس انت اللي بتعمل كده في نفسك. ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا، ولا هي دي غريبه عنك؟ طريقك واعمالك صنعت هذه لك. الانسان بيحصد حياته، حياتك مشيت في انهي اتجاه؟ الاتجاه ده هو اللي انت هتشوف نتيجته في الاخر. ارميا عيني طبعا الكلام هنا يوجع قوي، شاف اسد وشاف زوبعه وشاف ريح اشد من التزريه والتنقيه وشاف خراب وشاف وسمع صويت وقال اهربوا على المدينه المحصنه. فوصل لايه بقى؟ الحته دي جميله قوي، ده ارميا بقى. احشائي احشائي، مسك بطنه يا حرام، توجعني جدران قلبي. ادي وجع القلب، يعني بقى زي اللي فعلا بتقطع من جوه. ده بقى الخادم الحلو، ده الاب الحلو، ده النبي الصالح اللي لما شاف خراب في شعبه كان بيبكي بحرقه بمرار. ده اللي فهم، عشان كده احنا بنحب ارميا نربطه بالمسيح. ربنا يسوع كان شايف الهلاك اللي هيهلكه البشر، ده سبب حزنه، ده سبب صليبه، لانه شايف جهنم، شايفها واضحه مش محتاج حد يقوله. فالمسيح بيقول احشائي احشائي توجعني جدران قلبي. لما ربنا يبص على بلد ما تعرفش ربنا يقول توجعني جدران قلبي. لما ربنا قال ليونان افلا اشفق انا على مدينه عظيمه كان ينوى فيها 12 ربوه من الناس ما يعرفوش شمالهم من يمينهم، اشفق. يبقى الواحد قلبه بيوجعه عن الناس اللي بعيده عن ربنا ومش دريانه، مش دريانه بالنهايه، مش مركزه، مش واخده بالها ان ربنا حق وكلامه حق وهيحصل هيحصل في الاخر. انما القلب اللي يقول توجعني جدران قلبي، ده قلب حلو يشتغل مع ربنا، ده حسب قلب الله، عشان كده يختار للخدمه. كم واحد فينا قلبه بياكله عن الناس الى هذه الدرجه؟ كم واحد فينا لما بيشوف واحد بعيد عن ربنا او بيبعد بطنه بتوجعه وقلبه بيوجعه؟ توجعني جدران قلبي. كم واحد يقول زي بولس الرسول كنت انذر بدموع كل واحد، من يعصر وانا لا اعصر، من يضعف وانا لا التهب. يولع من جوه لما يلاقي حد بيبعد عن ربنا. يا ان فيا قلبي، يعني انا ساكت، لو سكت في زن جوه، في أنين داخلي لا أستطيع السكوت. كأنه إيه؟ خلي بالكم، أصل أرميا اللي يدرس شخصيته يا جماعة اكتشف أنه شخصية خجولة جدا، خجولة وخواف، فمش بتاع خالص الدور ده، لأن ده دور واحد هيروح يقول للناس هلاك جاي على دماغكم. كلام واحد عاوز يبقى لازم قوة جامدة، لأنه هيخبط في ناس فطاحل عتاولة، وهو أساسا صغير وخجول ومش بتاع كده. إنما لا أستطيع السكوت. ليه؟ اللي يحب ما يقدرش يسكت، اللي يحب الناس ما يقدرش يسكت، هو شايف الناس بتهلك، ما ينفعش تسكت. لأنك سمعت يا نفسي صوت البوق. أدي فرق أرميا عن الناس كلها، الناس كلها سمعت عن البوق، لكن أرميا سمع إيه؟ صوت البوق. ده فرق واحد عن واحد، واحد قريب من ربنا فسامع، سامع اليوم ده، سامع الهيصة بتاعت الملائكة اللي جاي على السحاب، سامع الشياطين هما بياخدوا الأشرار على جهنم، شايف وسامع فمش قادر يسكت. وفي واحد سمع وعظة عن اليوم الأخير، فرق كبير قوي. لأنك سمعت يا نفسي صوت البوق وهتاف الحرب بكسر على كسر نودية. يعني إيه؟ بقت العساكر تقول إيه؟ كسر كسر، يقول له كسرت، يقول له كسر تاني بكسر على كسر، زي حجر على حجر ايه؟ لا يوجد او لا يقف. يعني في اوامر ناشفه قوي انه ما يسيبوش حجرين فوق بعض. ده حصل بقى بعد المسيح في انهيار الهيكل.
لأنه قد خربت كل الأرض بغتة، خربت خيامي وشققي في لحظة. حتى الخيام اللي كان في خيام حوالين الهيكل كده، كل ده اتحرق وكل ده خرب. حتى متى أرى الراية؟ دلوقتي احنا دخلنا في مشكلة أرمية بقى، أرمية نفسيته تعبان، أحشائي أحشائي توجعني جدران قلبي، يا إن في قلبي لا أستطيع السكوت، أنا سامع أنا شايف. والناس بتقول عليه مجنون، لا شايف ولا سامع، بس هو سامع وشايف. حتى متى أرى الراية؟ يعني كأنه ينام ويصحى وشايف اليوم ده. الراية اللي هي بتاعت إعلان المعركة، إعلان الحرب، هم الناس عايشة نايمة مش فارق معاه، لسه بدري على الكلام ده، بس هو شايف. حتى متى أرى الراية وأسمع صوت البوق؟ لأن شعبي أحمق. هو مش بيشتم يا جماعة، ده هو متغاظ، فاهمين ازاي؟ مش مصدقني. ودي تنطبق على ربنا يسوع في حتة إياي لم يعرفوا. يعني جبت لهم الخبر من السماء، قلت لهم الحياة الأبدية على الأبواب وفي جهنم، وهم في جهلهم رفضوا. بس ده شعبك يا رب. فقال اه بس شعبي أحمق، لأنه شايفين نفسهم حكماء والحكمة بتاعتهم صارت حماقة. فاهمين الفكرة؟ إياي لم يعرفوا، يعني مش مصدقين إن أنا صوت ربنا، مش مصدقين إن ده هيحصل. هم بنون جاهلون وهم غير فاهمين، هم حكماء في عمل الشر والعمل الصالح ما يفهمون. بالضبط ينطبق على اليهود، وللأسف ينطبق على ناس كتير شايفة نفسها فاهمة كل حاجة، بس مش فاهمة أهم درس في الدنيا، إن الدنيا دي هتخلص، وإن اللي مشي مع ربنا كويس هو اللي هيكسب. درس سهل قوي، بس هم فاهمين النووية والنظريات ومش فاهمين الموضوع البسيط ده. أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. ربنا قال أنا جاي تاني، واللي هيبقى معايا هيبقى معايا للأبد. بس هم بنون جاهلون، ما بيفهموش، غير فاهمين، حكماء في عمل الشر، يتفننوا في عمل الشر. صحيح الواحد يتفرج ساعات الشر كل ماذا بيخترع شرور، في شرور بتخترع جيل بعد جيل، الشر بيتلون ويتجمل. النهارده في زنا على الكمبيوتر، حاجات غريبه جدا، حاجات بشعه تسمعوا بيها، في خطايا الواحد بيسمعها وبيبقى مش مستحمل هو بيسمع، لانها مش موجوده، ما سمعناش عنها قبل كده. في سرقات بشكل فني، يعني حاجة كده الشيطان نفسه يسقف، يعني يبقى معجب البشر دول عملوا اللي معرفش يعمله هو. اختراعات شر. بس طب وبعدين الناس ملهية في ده كله. وفي درس بسيط خالص وسهل خالص، الإنسان ربنا خلقه عشان يورث السماء، لو ما مشيش مع ربنا هيضيع السماء ويهلك. كم واحد فهم الدرس اللي هو مش محتاج حتى قرايه وكتابه ده؟ بنون جاهلون غير فاهمين، حكماء في عمل الشر وعمل الصالح ما يفهمون. نظرت الى الارض واذا هي خاربه وخاليه. مين فاكر امتى تقال على الارض خاربه وخاليه؟ تكوين واحد، اول حاجه في الكتاب. ارميا الظاهر ايه؟ ربنا كشف له ايه؟ قال له ظاهر هنبتدي من الاول ولا ايه؟ قال له يا رب انت في يوم من الايام من ملايين السنين قلت ليكن نور فكان نور، كانت الارض خاربه وخاليه. هي هتقفل تاني خلاص وترجع للاول خالص؟ قال له هتقفل يا ابني، انت شايفها ولا ايه؟ قال له شايف، شايفها لما الارض اتشالت والسماء اتشالت وهناك ارض جديده وسماوات جديده. يقول لان الارض الاولى والسماوات الاولى مضتا. ما هو ربنا يقول في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية، دي أول آية في الكتاب. فقال له الأرض الأولى والسماء الأولى اللي عملناها في تكوين واحد دي هتخلص في رؤية 22، هتمشي مش هيبقى لها وجود بعد كده. فيرمية يقول نظرت وإذا الأرض خاربة وخالية، يعني رجعت تاني ما عادش في أرض، كل الدنيا والناطحات السحاب والأمجاد والتاريخ والجغرافيا والعلوم خاربة وخالية تاني. حتى في تعبير عبري كده يقول لك فورملس، الارض فورملس يعني ايه؟ ملهاش شكل. فاهمين ازاي؟ هي دي البدايه، ما كانش في شكل حتى للارض اساسا.
وإلى السماوات فلا نور لها، نفس الكلام بتاع تكوين واحد، فاهمين؟ خلاص هو ده بيكلمنا عن النهاية. أنت مصدق أن هيجي اليوم أن السماء والأرض اللي احنا شايفينهم دول مش هيبقوا موجودين؟ نظرت إلى الجبال وإذا هي ترتجف، ده يوم الدينونة، وكل الأكام تقلقلت. نظرت وإذا لا إنسان وكل طيور السماء هربت، ما بعد الدينونة ما فيش إنسان خلاص. نظرت وإذا البستان برية، يعني مجد الدنيا ده كله بقى قحط، وكل مدنها نقضت من وجه الرب ومن وجه حمو غضبه. هل أنت أيضا تنظر؟ يعني إيه؟ تلاحظوا هنا قال نظرت 4 مرات، مش كده؟ نظرت هنا يعني تأملت. كم واحد فينا بيقدر يغمض عينه ويتخيل الدنيا من غير دنيا، إن السماء دي خلصت والأرض دي راحت، يبقى بكل ما فيها بقى من جري وهري. طب انت عامل حساب لليوم ده ولا لا؟ هتحضره هتحضره، دي ما فيهاش اجازات، موجود موجود لازم، حتى لو فات عليك جوه القبر 1000 سنة هتقوم تحضر اليوم ده لازم، وبعد كده هتحضر بعد كده ابديه بقى، ما هتحضرها هتحضرها بس ما عارفش فين بالظبط. فانت لازم تبقى عامل حسابك، نظرت انت مركز في دي ولا لا؟ امتى بقى العالم ما يبقاش عالم وما بقاش فيه نور وما بقاش فيه بشر وما بقاش فيه بستان؟ في الوقت ده انت هتكون فين؟ دلوقتي تقدر تحدد موقعك، من دلوقتي تعرف انت هتروح فين. لأنه هكذا قال الرب: خرابا تكون كل الأرض ولكنني لا أفنيها. ده بقى رجعنا لسبي بابل، فاهمين ازاي؟ رجعنا للمرحلة بتاعت أرميا. ربنا بيقول بص يا أرميا، أنا هخربها بس مش هفنيها المرة دي. وده اللي بيحصل لغاية النهاردة، ربنا يشد يشد وبعدين يرجع ايه، يأجل الدينونة، يقول بس بلاش نقفلها استنى. يقول لا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم التباطؤ، ولكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أحد ولكن أن يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي يوم الرب. يعني ربنا بيأجل بس ايه، ملغاش الفكر هيجي، بس كل ما تيجي الدنيا تقفل خالص يقول لا ندي مهلة تاني. ده من طيبة ربنا. بس خرابا تكون كل الأرض ولكنني لا أفنيها، من أجل ذلك تنوح الأرض وتظلم السماوات من فوق، من أجل أني قد تكلمت قصدت ولا أندم ولا أرجع عنه. من صوت الفارس ورامي القوس كل المدينة هاربة، دخلوا الغابات وصعدوا على الصخور، كل المدن متروكة ولا إنسان ساكن فيها. رجع تاني يحكي اللي هو شايفه عن وقت سبي بابل واللي هيحصل. فبيقول الناس بتجري يمين وشمال وبتجري في الغابات ومحدش ساكن في المدن، والرعب واخد الناس كلها وما عادش انسان ساكن في حته. هكذا قال الرب، عاوز اركز في دي بس دقايق. بصوا يا جماعه، احنا بنصدق بعض وبنصدق العلم وبنصدق الكتب وبنصدق الرياضه. وهكذا قال الرب، الوحيد اللي مش بناخد كلامه سيريس ربنا. ربنا قال هيحصل كده، صدق بقى، لأنك لو صدقت هتخاف، ولو خفت هتعمل حاجة غير اللي انت بتعملها. هكذا قال الرب، يعني ربنا بيقول. الإنجيل كله هو حكاية ربنا بيقول، بس كم واحد بيصدق وقد ايه بيصدق؟ ما هو الناس مصدقة ومش مصدقة، انما اللي مصدق قوي لا طبعا بيجري وياخدها جد ويغير الدنيا كلها. آخر جزء في الإصحاح: وأنت أيتها الخاربة ماذا تعملين؟ الكلام بقى لأورشليم بعد ما قال إصحاح ناشف خالص، قال لها الأسد والزوبعة والخراب والدمار مش عارفين نعمل فيك إيه. وأنت أيتها الخاربة، نفس الخربانة دي بقى، ماذا تعملين؟ السؤال ده بقى ننهي بيه الإصحاح. يا نفسي أخربانة، بتعملي إيه لغاية دلوقتي؟ بعد ما عرفت ان في دينونة، وبعد ما ربنا عمال يبعت لك مراسيل، ماذا تعملين؟ اذا لبست قرمزا، اذا تزينت بزينة من ذهب، اذا كحلت بالاسمد عينيك، فباطلا تحسنين ذاتك. اوعى تكون لسه بتتجمل. انت بتتجمل في عينين مين؟ ده السؤال. عاوز تعمل نفسك تقي عشان نقول عليك في الكنيسة انك راجل تقي؟
طب يا سيدي عاوز لا يعني، وبعدين يوم الخارجه نحضر معاك مثلا، وبعدين يعني، وبعدين بعد ما نمصمص شويه ونقول كان راجل طيب، هيحصل ايه؟ بس خلينا في المفيد بعد كده. رأي مين المهم؟ معانا ملايين من السنين كل واحد هينسى التاني، بس في واحد بس رأيه مهم، هو اللي هيحكم، هو ربنا. فلمن تحسنين ذاتك؟ انت بتتجمل في عينين مين؟ عاوز الناس تقول عليك ايه؟ ما يقولوا زي ما يقولوا، اللي بيشتم زي اللي بيمدح، صدقني في الاخر كله ما تفرقش. انما اللي رأيه مهم هيفضل مهم الى الابد، ربنا. فهنا انت ايتها الخاربه ماذا تعملين؟ لسه يا نفسي بتلبسي قرمز قدام الناس؟ لسه بتتزين في عينين الناس؟ لسه اللي يهمك ان الناس تقول عليك كلام كويس؟ مين الناس دول بقى؟ فقد رزا لك العاشقون يطلبون نفسك، لاني سمعت صوتا كماخضه ضيقا مثل ضيق بكريه. يعني ايه؟ تاني الراجل اللي بيسمع وبيشوف ده تعبنا مع ارميه، هو يسمع ويشوف ويطلع كلام بقى يوجع، والناس لا سامعة ولا شايفة فمش مصدقة، بس هو سامع. بيقول أنا سامع صويت، عارفين لما تكون ماخضة يعني تتمخض، بتولد ساعات تصرخ، وضيق بكرية يعني أول ولادة ليها، فبتبقى معاها كمان رعب الولادة وقلق الولادة لأنها مش مجربتش الحاجات دي قبل كده. فبيقول أنا سامع البشرية كلها بتصرخ كماخضة، يقولوا إحنا مش سامعين حاجة، ضيق مثل ضيق بكرية. يقولوا انت مهلوس شيزوفرينيا، بتسمع وبتشوف حاجات محدش شايفها. هو النبي كده، صوت ابنة صهيور تظفر، تظفر لما بتطلع النفس بصعوبة كده، تبسط يديها قائلة ويل لي لأن نفسي قد أغمي عليها بسبب القاتلين. يعني هو بيقول لها انت عمالة تتجملي وتتزيني وتلبسي قدام الناس ومش واخدة بالك ان في صراخ هيطلع، في صويت هيطلع في اليوم ده لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.